طيب الحقيقة قبل بس ما أتكلم عن المباريات اللي عندي النهاردة، في رسالة عايز أوجهها لمن يهمه الأمر. رسالة لمن يهمه الأمر. النادي الأهلي جمهوره ما بيشجعش غير اسم النادي الأهلي أو كيان النادي الأهلي. النادي الأهلي، هقولها تاني، النادي الأهلي جمهوره ما بيشجعش غير اسم النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي. عمر ما جمهور النادي الأهلي بيجي على أو بيشجع جمهور تاني علشان يكسب فريق بنفسه في المباريات. لا، النادي الأهلي أكبر من كده بكتير، أو جمهور النادي الأهلي أكبر من كده بكتير جدا جدا جدا. منتخب مصر ده الأساس. منتخب مصر ما حدش يقدر يتكلم فيه، لكن أنا بتكلم على اسم النادي الأهلي وعلى جمهور النادي الأهلي. فالرسالة دي لازم توصل لأي حد بيتكلم إن هو بيقول إيه، أنا عايز الجمهور الأهلي يشجع جمهور مش عارف مين علشان إيه. جمهور الأهلي يشجع جمهور الفريق ده عشان الفريق المنافس هيلعبوا بعض ففريق منهم يكسب التاني. لا، النادي الأهلي بجمهوره ها ما بيستناش هدايا من حد. النادي الأهلي هو بإيده، النادي الأهلي طول عمره بإيده، طول عمره بإيده. فعشان كده دي رسالة مهمة جدا جدا جدا. عيب الكلام، يعني لو كان حد بيقول الكلام ده على سبيل الهزار فهي مصيبة، لو كان بيقولها على سبيل الجد فهي مصيبة أكبر. يبقى ما يعرفش جمهور النادي الأهلي للأسف الشديد. احنا من الواضح ان او جمهور النادي الأهلي اتخدع، لأنه الكلام ده ما يطلعش من حد او كان في يوم من الأيام في النادي الأهلي. فخدوا بالكم بس من الكلام ده، لأن الكلام ده برضه بيودي لحتت معينة وأشياء معينة. أصل هي بتبقى أوامر ويجب تنفيذها، أوامر ويجب تنفيذها. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم خدوا بالكم بس من الكلام ده، مش عايزين ننساق ورا هذا الكلام ومش عايزين نوصل لهذا الكلام، لأنه إحنا في النهاية طول عمري عارف كده إن جمهور النادي الأهلي ما بيشجعش غير اسم النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي بس، ما بيشجعش حد تاني عشان الحد التاني ده يكسب حد تالت ونخش في المواضيع دي كلها. لا ابدا، احنا ما عندناش مشكله ان احنا نفضل نكسب 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 لغايه لما نتصدر الدوري مره اخرى، لان ده الطبيعي وده العادي، ده الطبيعي وده العادي. وبالمناسبه احنا روحنا رياضيه، ما فيش مشكله. يعني نادي الزمالك النهارده كسب نادي اتحاد طنجه المغربي 3-1، مبروك. نادي الزمالك كسب نادي اتحاد طنجه، مبروك، مفيش مشكلة بالنسبة لنا خالص، عندنا روح رياضية. لأن أعتقد إن دايما الروح الرياضية دي هي اللي لازم تسود خلال الفترة اللي جاية. وعايز أقول لكم حاجة، مين أول فريق كسب البطولة الكونفدرالية؟ أسمع، مين؟ نادي الأهلي. نادي الأهلي هو أول فريق مصري كسب البطولة الكونفدرالية. وبالتالي يعني نتمنى كل التوفيق لكل الفرق الاخرى عشان تكسب، المصريه الاخرى يعني، علشان تكسب المباراه وتخش تبقى تاني فريق خد البطوله الكونفدراليه كالعاده. يعني النادي الاهلي دايما لما بينظر بينظر مين اللي هو دايما السباق في كل شيء. فعشان كده انا بقول لكم دايما احنا عندنا روح رياضيه، ما بتفرقش معانا مين كسب مين اتغلب مين اتعادل خالص، احنا ما بنبصش غير على اسم النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي. بس كانت رساله لازم نوجهها، لانه النهارده الحقيقه ناس كتيره جدا كلمتني في هذا الموضوع، وانا الحقيقه ما بتابعش الحاجات دي كتير، لانه الحاجات دي بتبقى بتخلق او بتتعمل عشان حاجات معينه او فتن معينه تحصل. لكن جمهور النادي الاهلي واعي وعارف كويس جدا جدا مين بيقول ايه وبيقولوا ليه وعشان ايه. فعشان كده احنا ما بتفرقش معانا، احنا عايزين حضراتكم تركزوا في اسم النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي، وتقف ورا فريقك خلال الفترة اللي جاية، لأن الفريق بيحتاج إن أنت تقف وراه وتشجعه. تشجعه بمثالية، بعيدًا عن إن أنت تيجي على النادي الآخر أو على النادي الثالث أو على النادي الرابع، لا. إحنا عايزينكم تشجعوا فريقكم فقط لا غير. فمثلًا حصل في إسماعيلية إمبارح، إيه اللي حصل في إسماعيلية إمبارح؟ اللي حصل في إسماعيلية إمبارح حصل حاجات كتيرة جدا جدا أدت إلى إلغاء المباراة في مباراة الإسماعيلي والأفريقي التونسي. أدت إلى إلغاء المباراة، عارفين إيه اللي هيحصل؟ بنسبة كبيرة جدا 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 المباراة تم إلغائها،
وبالتالي سوف يتم استبعاد النادي الإسماعيلي من البطولة الإفريقية. دي تكهنات على فكرة وليست، ولكن حصلت قبل كده مع وفاق الصيف. سوف يتم في 2016 سوف يتم استبعاد النادي الإسماعيلي من البطولة الإفريقية. من المفترض أن كان يجب أو كان هيتم تنظيم مجموعة من المجموعات في كأس الأمم الأفريقية في الإسماعيلية. أعتقد بنسبة كبيرة جدا اتجاه الاتحاد كرة القدم أنه هو مش هينظم هذه المجموعة في إسماعيلية، هينظمها في بلد آخر أو في محافظة أخرى. شوفوا بقى العشر دقائق بتوع امبارح أو الخمس دقائق اللي حضراتكم أو اللي الجمهور عملهم، جمهور الإسماعيلي عملهم، ودت النادي الإسماعيلي فين، وبعد كده أو قبل كده طبعا ودت مصر لفين. شوفوا الكلام، هل هيقدروا بقى، يقول لك هل هيقدروا يأمنوا، هل هيقدروا؟ اه نقدر نأمن وعندنا جهاز أمني على أعلى مستوى، لولا احنا بس بنحافظ على الناس شوية. بنحافظ على الناس، يعني الجهاز الأمني اللي عندنا والشرطة بيحافظوا على الناس على قد ما يقدروا. طيب خلينا برضو نعرف ماذا حدث في المباراة.